يسعدنا يكون معنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ فيصل بن حسن بن طراد، سفير المملكة السابق لدى كل من اليابان والهند وبلجيكا والاتحاد الأوروبي في بروكسل والأمم المتحدة في جنيف وأيضا الجامعة العربية بالقاهرة. مرحبا بك أستاذ فيصل. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، الله يحفظكم. أستاذ فيصل، إحنا نسعد دائما وأبدا بمداخلاتكم وبمشاركاتكم، ويسعدنا أيضا نأخذ مشاعركم حول هذه المناسبة الوطنية الغالية. في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة هذه، وأجدها مناسبة غالية لرفع أسماء آيات التبريك والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله أجمعين. وكل عام وأنتم بخير والشعب السعودي بخير. اليوم الوطني يا سيد الفاضل هي مناسبة عزيزة على كل قلب مواطن ومقيم في المملكة، فمنها نستلهم العزم والقيادة الحكيمة للمؤسس رحمه الله في توحيد هذا البلد ووصولا لما نراه اليوم، فهي مناسبة غالية وتساعد النشأ على أن يحتم وينشأ على حب الوطن. وبدون شك أن الدولة السعودية في عامها 92 قد أنجزت الحقيقة الشيء الكثير، يعني هناك حضارات كثيرة سبقتنا ودول، ولكن ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي أمر يجعلنا نفتخر بالوطن وبالقيادة وبالرؤية 2030 التي يقودها سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبإشراف المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. جميل جدا أستاذ فيصل. طيب سعادتك تشرفت بخدمة المملكة دبلوماسيا، لو تحدثنا عن هذا الدور الريادي الدبلوماسي اللي تقوم به المملكة في مختلف دول العالم. يا سيدي، المملكة العربية السعودية دولة مؤسسة للأمم المتحدة ودولة مؤسسة لجامعة الدول العربية ودولة مؤسسة لمنظمة التعاون الإسلامي، فهي من بدايتها يعني قامت على الحق وعلى النهج الدين الإسلامي الحنيف، دستورها القرآن والسنة، وكانت دائما يعني تعمل على لمصلحة العالم أجمع ومصلحتها بالطبع، ولكنها كانت حريصة على إفشاء السلام وعلى تقديم العون الدائم. المملكة العربية السعودية خلال الفترة هذه الماضية كان لها مواقف مهمة سواء في صنع السلام من مبادرة السلام في الرباط، مبادرة الملك فهد، إلى مبادرة الملك عبد الله للسلام في الشرق الأوسط، منها جهود للوفاق ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف في العالم العربي أو في العالم الإسلامي، وأيضا في دورها المهم جدا في مكافحة التطرف، مكافحة الإرهاب. بدون شك من يمثل المملكة في المحافل الدولية سيجد أن العالم كله يقدر دور المملكة، وخاصة ما شهدناه من نقلة يعني غير مسبوقة في عهد الملك سلمان وولي عهده، من يعني وقائع كثيرة، يكفي موضوع المرأة وإعطائها كامل حقوقها،
يكفي أننا يعني في وقت الأزمة اللي ألمت بالعالم وأقصد بها كورونا، كانت المملكة من الدول التي ساهمت ليس فقط على المستوى بالمستوى المادي، ولكن ساهمت بالمستوى الصحي وتقديم المساعدات يعني. فالمملكة دولة رائدة لا شك في هذا. يعطيك العافية أستاذ فيصل بن حسن طراد سفير المملكة السابق، شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد احنا نشكركم أيضا على جهودكم وعلى قيادتكم في تلك الفترة للسفارات التي قمتم فيها وشرفتم المملكة خير تشريف.